احتفلت كنيسة الرسولين بطرس وبولس بعشية عيد النيروز يوم الجمعة الماضي، حيث تضمنت العشية تطيب رفاة القديس سمعان الدباغ والقديس البابا أثناسيوس الرسولي والقديس متاؤس الفخوري والقديسين بطرس وبولس وشهداء أخميم وشهداء الفيوم. نتابع. احتفلنا اليوم بعشية عيد الآباء الشهداء، لذلك مدينة أخميم بلد الشهداء، بلد الإيمان، أتى إليها كثير من المنحرفين على الإيمان لقوة إيمان شعب أخميم. عيد النيروز اللي هو أول رأس السنة القبطية، وعيد النيروز بيمتاز في المصريين بصفة خاصة عن بقية الدول سواء أي دولة تاني. المصريين كان مرتبط بالفلاحة أو بالزراعة، فوجات ارتباطه بارتباط السنة القبطية، وبعد كده في عصر القديس دقلديانوس زاد عدد الشهداء في الفترة دي، فارتبط موضوع النيروز بعدد الشهداء وزيادة أعداد الشهداء. احنا بنهنيكم طبعا بعيد النيروز من أخميم بلد الشهداء. بنحرص طبعا ان عشية النيروز النهاردة دي بالنسبة لنا عيد كبير، لان بلدنا أخميم بلد الشهداء، ومن زمان يعني معروفة ان أخميم بلد الشهداء، فعيد النيروز ده بالنسبة لنا عيد كبير، يعني مش حاجة قليلة طبعا. واحتفلنا النهاردة في كنيستنا بطرس وبولس احتفال كبير. أنا فرحانة خالص إن أنا حضرت ليلة عيد الشهداء دي، ليلة جميلة خالص بنستناها كل سنة. الكنيسة بتبقى فيها بالطقس الفرايحي، القديسين دول شفعاء لينا وحاجة مهمة عندنا خالص في حياتنا، بنتشفع بيهم وبنطلبهم في أي وقت بنلاقيهم، هم موجودين معنا وبيسمعونا. بنفرح لما نحضر ليلة عيدهم، بيبقى فيه زفة شهداء حلوة خالص في الكنيسة. ليلة النيروز دي بتبقى حاجة مهمة قوي، ومهمة كمان لينا كمسيحيين، لأنها بتمثل السنة، يعني بتمثل السنة القبطية، والسنة القبطية طبعا اتعملت علشان يعني تبقى خاصة بالشهداء.